النهارده وانا بقلب في الفيديوهات كده على الفيسبوك لقيت الفيديو ده، تعال نشوفه سوا. حد فقراء، حد فقراء والله العظيم يا اخي، اقسم لك بالله العظيم انا مرضت. حياه النبي يا اخي، حياه ربنا، حياه ربنا، حلفتك بالله عليك والله العظيم معاه، والله عليك والله العظيم ما بهدلت حاجة، والله أحب على راسك. شفتوه ده عامل نظافه بسيط، شغال في بورسعيد بينزل الصبح على الله عشان يدور على لقمه عيشه ياكلها بكل شرف ونزاهه. واحد عايز ياكل لقمه عيش بالحلال في ظل الظروف الصعبه الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها دي، ليه تستكترها عليه؟ ايه كميه الجحود وعدم الرحمه وعدم الانسانيه اللي في قلبك دي؟ ليه؟ هو عامل ايه عشان يستدعي كل ده؟ ده بيقول لك انا مروح، بيقول لك انا ما اكلتش لقمه من الصبح، وبيستحلفك بالنبي وبالله، ومع ذلك زقيته وخدت منه العربيه. الراجل ده بيكسر ظهره كل يوم عشان يجيب كام جنيه يجيب بيهم اكل لبيته وعياله في ظل الاسعار الغريبه اللي احنا بقينا عايشين فيها. هو احنا ليه ما نشتكي غير على الغلبان؟ الشخص اللي عمل كده لازم يتحاسب، ما تسيبوش الاشكال دي تنتشر في البلد، بجد احنا ما بقيناش ناقصين. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تقريبا الناس نسيت ان ربنا موجود. سؤال هنا، هو ليه الراجل ده ما طلعش ترند زي الواد محمد بتاع الكشري ولا انتش وجري؟ احنا ليه بنعمل قيمه للناس اللي ما بتستحقش؟ هو احنا ليه ما لقيناش حد من بتوع الكوره ولا من اهل الفن زي الاستاذ احمد العوضي او الاستاذه ميا حلمي، حد يتصور معاه ولا يعزمه على اكله ولا يديله فلوس او حتى يرجع له عربيه؟ او الرد العام لنظافه بورسعيد ان هو اتفاجئ بالفيديو بتاعه على الانترنت، واول ما شاف نفسه قلب وجعه قوي وما كانش عارف ان في حد بيصوره، وقال انا راضي باللي حصل لي لكن كرامتي فوق كل شيء، وبشكر المصريين الجدعان اللي طلبوا بحقي، لكن انا مش عايز اطلع على التلفزيون علشان ما يفتكروش اللي انا بستغل الموقف. لكن زي ما اتكسر قلبه ربنا جبره في نفس اليوم. ربنا بيجعل بعد العسر يسر. رئيس حي بورسعيد بعد ما عرف بالواقع عينه بوظيفه ثابته ومرتب شهري. فسبحان الله، ممكن تكون شايف ان الحاجه دي فيها ضرر ليك، بس ربنا يجعل فيها المخرج ويبدل حالك لاحسن حال.